واجهت مولودية وهران وجمعية الخروب استقطبت جمهورا غفيرا من أنصار الحمروة بعد النتيجة الإيجابية التي عاد بها الفريق من الحراج في الجولة الماضية أمام الاتحاد المحلي. أول تهديد في المقابلة جاء عن طريق الزوار، بخا يسدد وكرته تجانب العمود الأيمن للحارس فلاح. بعد هذا المولودية تحكمت في زمام الأمور وسيطرت بالطول والعرض على مجريات اللعب، وشن رفقاء المستقدم الجديد بوسحابة عدة حملات هجومية وصنعوا عدة فرص سانحة للتهديف، حيث رموا بكل ثقلهم نحو الأمام مما أجبر عناصر الجمعية على البقاء في منطقتهم للدفاع عن مرماهم، لينتهي الشوط الأول مثلما بدأ بنتيجة بيضاء. المرحلة الثانية ارتدى فيها الفريقان قمصان مغيرة ودخل فيها أشبال المدرب محمد حنكوش بكل إرادة وعزيمة لافتكاك النقاط الثلاث. وفي الدقيقة 50 بليلي يفتتح مجال التهديف بكيفية رائعة وبكرة دائرية سكنت الزاوية البعيدة للحارس طوال. وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه ردة فعل جمعية الخروب، وصلت مولودية وهران بنفس النهج، وبعد تمريرة في العمق المهاجم البديل صندوقو يستغل تردد مدافع الجمعية والحارس ويعمق الفارق في الدقيقة 72. دقيقتين بعد هذا بوسحابة يمرر كرة جميلة ناحية صندوقو الذي وضع كرة على طبق لبليلي الذي لم يتوانى في وضع الكرة الشباك ليحرز الثنائية في هذا اللقاء والهدف الثالث للمولودية. جمعية الخروب وبعد تلقيها الهدف الثالث خرجت من قوقعتها وحاولت نقل الخطر للمنافس، ولكن الاستفاقة كانت متأخرة وفي الوقت المبدد للمباراة التي انتهت بتفوق مولودية وهران بنتيجة 3 أهداف كاملة دون رد. على العموم يعني مانيش راضي على النتيجه بطبيعه الحال بعد الخساره، نظن هناك عامل كبير مازال ينتظرنا، لكن انا يعني متيقن بلي به الفريق هذا راح نمنعه ان شاء الله من السقوط في الايام الاسابيع اللي جايه ان شاء الله. اليوم نظن بلي كاين نوفال ايطا ديسبري، عقليه جديده في الحمري ان توكا في مدينة وهران، عند الجمهور، عند اللاعبين، عند المسيرين، بيان سير عند المدربين. دونك هذا النتائج هذو ما جاوش باطل، جاو ابري ان ترافاي، ابري ان ايتا ديسبري، واليوم الناس واعيه بلي رانا مهمه كبيره ان شاء الله بقدره ربي نلحقوها، اللي هي ما المولوديه ما تسقط ان شاء الله بقدره ربي.